حدثني اسحاق حدثنا ابن نمير اخبرنا هشام حاء وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروه يحدث عن ابيه انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف انزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف